طيب خلينا نروح مع حضراتكم بقى لمشروع الحقيقة ضخم ومهم جدا بيحصل على أرض أسوان. المشروع هو عبارة عن تدشين مشروع عملاق يستهدف تحويل منطقة كركر لمدينة عالمية تضم الأنشطة المختلفة واللوجستيات المتنوعة. هيتم فيه كمان مراعاة الطابع والطراز الأسواني والهوية البصرية الفريدة للمدينة. خلينا نتعرف على التفاصيل أكتر من اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا، صباح الخير أستاذ جوانا، تحياتي لحضرتك والأستاذ مصطفى والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. طيب لو توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين بشكل عام تفاصيل تنفيذ هذا المشروع وما تشتمل عليه خطة التصميم. زي ما حضرتك ذكرتي إن 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 في محافظة أسوان مخطط تنفيذ منطقة لوجستية عالمية. وفي الحقيقة إن هذا المشروع القومي هو بيأتي ضمن حزبة مشروعات قومية تنموية وجه بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ مشروعات تنموية بصعيد مصر بتحقق التنمية المستدامة والحياة الكريمة لأبناء الصعيد. المشروع المنطقة اللوجستية مشروع عالمي ومشروع قومي كبير على مساحة 550 فدان. المنطقة اللوجستية بتتكون من مناطق صناعات، سواء كانت صناعات قيمة مضافة أو صناعات تعبئة أو تبادل المنتجات ما بين مصر والدول الأفريقية، قرية بضائع ومدينة تجارة، مركز مال وأعمال، بالإضافة إلى مشروع موقف سيارات دولي بيتسع لعدد من الشاحنات يصل ل 450 شاحنة و 18 حافلة لتبادل البضائع وتبادل الركاب، سواء كان من مصر إلى الدول الأفريقية أو من الدول الأفريقية إلى مصر. المنطقة منطقة واعدة جدا، اختيرت بعناية. يمكن من أسابيع قليلة سابقة صدر القرار الجمهوري بهذه المنطقة لمنطقة تنموية بصعيد مصر وفي محافظة أسوان. المنطقة هتوفر فرص عمل وهتوفر أمال وطموحات ومستقبل واعد هيحقق كل أمالنا وأمال المصريين وخاصة في صعيد مصر. طب استفدنا ازاي من أبناء أسوان؟ يعني ما هي الأشياء أو الـ يعني ماذا يتميز أبناء أسوان حتى نستفيد بهم ونشغلهم في هذه المنطقة اللوجستية ونستفيد بهم وفي نفس الوقت يعني يبقى عندنا نوع من أنواع توفير فرص العمل؟ حضرتك، فلسفة تنفيذ أي مشروع تنموي لازم بيبني ولازم بيقوم على أبناء المنطقة. هذا المشروع هو مشروع فرص عمل وتوفير فرص عمل كثيرة لأبناء أسوان والمحافظات المجاورة أيضا. عظيم. محافظات الإقليم جنوب الصعيد ومحافظات الصعيد هيوفر فرص عمل. بيمتاز أبنائنا في أسوان بالعمل وبيمتازوا بالجهد وبيمتازوا إن هم لهم أمال وبيسعوا لتحقيقها، وإحنا بنساعد والدولة بتساعد وتوجيهات فخامة الرئيس إن إحنا لازم نوفر فرص عمل ولازم نوفر لهم حياة كريمة، وكل أجهزة الدولة بتسعى إلى ذلك لتحقيق هذا الأبال وتحقيق طموحات المصريين وأبنائنا في صعيد مصر. طيب يا فندم، إيه هي أو مين هم أبرز الجهات المشتركة في تصميم وتنفيذ هذا المشروع يعني العملاق الحقيقة لو جاز توصيفه، وكمان فكرة التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة؟ حضرتك، احنا مشكلين فريق عمل مشترك ما بين محافظة أسوان وهيئة تنمية الصعيد ومكاتب استشارية كبيرة لتنفيذ هذه المشروع الضخم والمشروع القومي، واحنا في مرحلة الدراسة وفي مرحلة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة، وزارة النقل وزارة التموين وزارة الصناعة وجميع الأجهزة المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية داخل هذه المنطقة في محافظة أسوان. طب خلينا نتكلم شوية بلغة الأرقام يا فندم، يعني مبدئيا هيوفر كم فرصة عمل، الجدول الزمني للتنفيذ هنبدأ بإيه؟ لو توضح لنا الموضوع كده. إحنا أهم حاجة طبعا هي هيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 30,000 فرصة عمل، سواء كان في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة التشغيل أو في المرحلة المستدامة بعد الإنشاء. عظيم. تخطيطنا لتنفيذ المنطقة اللوجستية بيتنفذ على مراحل.
أهم مرحلة وهي نقطة تبادل البضائع، وهي دي متمثلة في الموقف الدولي لتبادل البضائع عن طريق الشاحنات، سواء كان الشاحنات اللي بتيجي من الدول الأفريقية محملة بالبضائع أو البضائع اللي بيتم تصديرها من مصر إلى الدول الأفريقية. دي هنبتدي فيها في المرحلة الأولى، ثم هنخطط كل المراحل ونبدأ في تنفيذها بالتتالي، وإن شاء الله يعني قريبا هنشهد افتتاح المرحلة الأولى وهي الموقف السيارات، وثم تتوالى بقية المشروعات وتتوالى بقية الافتتاحات إن شاء الله في المنطقة إن شاء الله. يا فندم حضرتك ذكرت كمان إنه هيكون في مشروعات تنموية عمرانية متكاملة. زي ما ذكرت حضرتك ان احنا المنطقه اللاجستيه بتتكون من مناطق صناعات، سواء كانت صناعات قيمه مضافه زائد منطقه عمرانيه. المنطقه العمرانيه طبعا هيتوطن فيها العاملين في هذه المنطقه اللاجستيه، وبالتالي هتفتح مجتمعات جديده وهتفتح تنميه جديده لابناء الصعيد وخاصه في محافظه اسوان. طب ايه هي يعني اهم المراحل اللي بيحشملها المشروع؟ يعني غير قصه النقل او اللوجستيات، هل هناك يعني أنشطة أو أشياء ممكن نستفيد منها من الجانب التبادل التجاري؟ هل هيكون في نوع من أنواع يعني كلمنا عن القصة يا فندم. طبعا طبعا، هو أهم نقطة طبعا في المنطقة اللوجستية هو التبادل التجاري ما بين مصر والدول الأفريقية. يمكن أنا يمكن ذكرت في أول الحديث إن إحنا المرحلة الأولى هتبدأ بموقف السيارات الدولي، وده موقف هيتسع ل 450 شاحنة. حددنا الأرقام دي بناء عن دراسات وبناء عن حركة النقل من مصر الى الدول الافريقيه والصادرات والواردات من الدول الافريقيه. بعض الصناعات هتتم ان شاء الله في هذه المنطقه ويتم تصديرها الى الدول الافريقيه. هو ده اللي عايز اتكلم فيه، الصناعات دي هتكون ايه؟ يعني انا برضو عايز افهم يعني الصناعات. تمام، الصناعات طبعا هتقوم يعني يمكن الدول الافريقيه بتمتاز بالصناعات الطبيه والعطريه وبعض المواد اللي بتخش في الصناعات البسيطة زي البلاستيك أو الأسمدة، دي هتتم في هذه المنطقة، بالإضافة إن احنا هنقيم صناعات قيمة مضافة للمنتجات المصرية ويتم تصديرها إلى الدول الأفريقية متمثلة في الأسمدة وصناعات البلاستيك والمنتجات الطبية والمنتجات الورقية. طيب يا فندم برضو خلينا نعرف من حضرتك، يعني واحنا بنتكلم على هذه المنطقه تحديدا منطقه كركر، ماذا يميز هذه، ما الذي يميز هذه المنطقه، وايه اللي كان ينقصها، وايه التحديات اللي واجهتكم في تنفيذ هذا المشروع؟ احنا الحمد لله طبعا احنا اخترنا هذا المكان لان هذه النقطه هي نقطه تبادل البضائع. يعني في السابق كانت هذه المنطقه هي نقطه تبادل البضائع سواء كان من مصر الى الدول الافريقيه او العجز، فاختيار هذا المكان هو اختيار مناسب جدا. الحمد لله ما فيش معوقات، واي معوقات بتواجهنا فبنتغلب عليها برعايه السيد محافظ اسوان وجميع اجهزه الدوله. المنطقه دي منطقه واعده زي ما ذكرت لحضرتك، منطقه واعده لاهالي اسوان ومنطقه واعده ومنطقه تنمويه هتحقق امال وهتحقق مستقبل مصر ان شاء الله. إن شاء الله يا فندم، نشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.